السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من برنامج زوايا الحدث. نناقش اليوم تطورات المشهد في اليمن وما نشرته وكاله رويترز حول لقاءات سريه بين السعوديه وميليشيا الحوثي. قالت مصادر دبلوماسية وسياسية أن السعودية أجرت مع ميليشيا الحوثي محادثات سرية لإنهاء الحرب من دون علم الحكومة اليمنية. ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين ومسؤولين في الحكومة الشرعية أن رئيس فريق التفاوض التابع لميليشيا الحوثي كان على اتصال مباشر مع مسؤولين السعوديين في سلطنة عمان بشأن حل شامل للصراع. وفي سياق متصل قال مصدر دبلوماسي غربي إن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن سيبدأ الأسبوع المقبل جولة هي الأولى له في المنطقة منذ توليه مهمته قبل أيام. وأضاف المصدر أن جولة المبعوث ستشمل كل من اليمن والسعودية والإمارات العربية المتحدة وصولا إلى دول أخرى قبل أن ينتقل إلى سويسرا للمشاركة في مؤتمر الدول المانحة لليمن في 3 أبريل/نيسان المقبل. نتوقف مشاهدين عند هذا الخبر ونناقشه في محورين: ما الذي يعنيه قيام السعودية بمباحثات سرية مع الميليشيا مع اقتراب مساعي المبعوث الأممي الجديد؟ ولماذا استبعدت الشرعية من حضور هذه المباحثات؟ قبل أن نبدأ النقاش نتابع هذا التقرير. تخل عن الشرعية أم ورقة ضغط عليها؟ سؤال يرافق المحادثات الدائرة بين ميليشيا الحوثي والسعودية. المحادثات التي أكدت مصادر دبلوماسية وسياسية لرويترز حدوثها بشكل سري في سلطنة عمان برعاية أمريكية. وفق رويترز فإن محمد عبد السلام المتحدث باسم ميليشيا الحوثي تواصل بشكل مباشر مع مسؤولين سعوديين لمناقشة سبل إنهاء الحرب. ورغم أن المصادر الدبلوماسية أكدت استعداد الرياض والحوثيين السير نحو اتفاق شامل لإنهاء الأزمة اليمنية، إلا أن الطرفين ينفيان بغموض تلك المفاوضات المباشرة، حيث أوضحت مصادر رسمية في التحالف استمرار دعمها لجهود إحلال السلام بقيادة الأمم المتحدة، بينما يتحدث الحوثيون عن اشتراطات عامة ومكررة. لو احنا عارفين ان السعودية حقت سلام وانقرارها بيدها ان احنا ونجلس على طاولة ونتفاوض تفاوض شجعان. تجري المحادثات بين السعودية والحوثيين وفق مصادر سياسية يمنية منذ قرابة شهرين بهدف التوصل لصيغة اتفاق يسبق وصول المبعوث الجديد للأمم المتحدة مارتن جريف. وتسير تلك المشاورات بالتزامن مع تحركات مكثفة لوزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس في البحرين ومسقط، في ظل تصريحات عمانية عن استعداد مسقط ممارسة دور لفض النزاع في اليمن. المحادثات الثنائية بين الميليشيا والرياض تجري بدون علم الشرعية، وهو ما يلقي بظلال من الشكوك حول مستوى الثقة بين الشرعية والرياض، خصوصا بعد الأحداث الأخيرة المتسارعة والتي أكدت الإقامة الجبرية للرئيس هادي وبعض مسؤوليه في الرياض. وسط تكتم شديد تخوض الرياض وميليشيا الحوثي مشاوراتها التي تأتي حسب محللين كإحدى أوراق الضغط السعودي على الشرعية لتعديل مواقفها لصالح أجندة التحالف، بينما يرى مراقبون أنها تصب في إطار توجهات السعودية لإنهاء الحرب التي أخفق التحالف في تحقيق أهدافها. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش وأرحب بضيفي من الأردن من العاصمة عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع، ومن العاصمة السعودية الرياض اللواء محمد القببان. أبدأ معك المحلل السياسي السيد عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر مساء الخير. سيد عبد الناصر هل تسمعني؟ خير. نعم سيد عبد الناصر هل تسمعني؟ أسمعك. أيوة أسمعك. أهلا بك سيد عبد الناصر. يعني نتحدث اليوم عن يعني الأخبار التي وردت في وكالة رويترز عن مباحثات ما بين السعودية وميليشيا الحوثي. يعني من وجهة نظرك ما الذي يعنيه مفاوضات سرية بين السعودية والميليشيا بعيدا عن الحكومة اليمنية؟ يعني أولا في البداية علينا أن نؤكد بأن الحكومة وكذلك التحالف نفوا مثل هذه الأخبار.
ولهذا علينا أن نتعامل مع هذا حذر، ومع ذلك لا يستبعد أن تكون هذه المفاوضات أو نقول هذه اللقاءات، ربما تكون هناك لقاءات تجري في مسقط بين الحكومة السعودية أو ممثلين عن الحكومة السعودية، ربما برعاية عمانية وأيضا برغبة غربية لعقد مثل هذه المفاوضات. نعم. هذا الأمر غير مستبعد. السعودية والحوثيين سبق لهم أن أجروا مفاوضات وتفاهمات نتج عنها ما سمي باتفاقيات أو تفاهمات ظهران الجنوب في 2016. هذه المفاوضات في حال صح انعقادها هي نوع من جس نبض، وهناك رغبة لدى الدول الغربية تحديدا بأن تنهي الحرب في اليمن بأي شكل من الأشكال. وهناك إشارات دائما ما يقدمها الحوثيون يخدعون بها أو يضللون بها العالم عندما يطرحون بأنهم مستعدون وجاهزون للسلام وبأنهم على استعداد بأن يقدموا تنازلات، ولكن تبقى القضية أنهم وهذا ما اتضح من خبرة الجميع معهم. نعم. في الأعوام الماضية بأنهم في نهاية المطاف لا يقدمون أي تنازلات، فقط يحاولون أن يكسبوا الوقت ويخفضوا الضغوط عليهم من خلال مثل هذه المواقف التي يدعون بأنهم تبنوها. نعم، إذن ابقى معي سيد عبد الناصر، أذهب لضيفي الآخر الخبير الاستراتيجي اللواء محمد القبيبان. سيادة اللواء مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى ضيوف الكرام والسادة المشاهدين. أهلا بك سيادة اللواء، يعني اليوم هناك أخبار نشرت على وكالة رويترز تؤكد أن هناك مباحثات ما بين السعودية وميليشيا الحوثي، يعني ما الذي تعنيه هذه المفاوضات إن حدثت بالفعل؟ إن حدثت بالفعل لنا موضوع ثاني، ولكن خلينا ناخذ. نعم، لكن وكالة رويترز يعني مصدر يعتبر شبه مؤكد. يعني يا أستاذ شادي أرجو أنك ما تقاطعني لأن خلص، وأنا مستعد تفضل تفضل الحلقة وأناقش الموضوع، لأنه يعني قطع الكلام هذا يقطع حبل الأفكار. لا هو فقط توضيح يعني سيادة اللواء، لكن الفرصة أمامك تحدث. اي حاضر، اوكي. بالنسبة للموقف الرسمي لدول التحالف واليمن، انا اعتقد انه نفوا بمثل هذا النوع من التصريحات. خلينا ناخذ هذا الجانب اولا. نعم. ونبرر ليش دول التحالف تنفي عن هذا الأمر، هذا اولا. الأمر الثاني، المفاوضات فهي إذا كان في مفاوضات، أنا لا أعتقد، لأنه قراءة للمشهد. نعم. يعني بالأمس رأينا أنه في مجلس الأمن تم تبني قرار أو بيان أو تم وضع من قبل مندوب اليمن في الأمم المتحدة، وأيد هذا البيان. نعم. بما يحصل في اليمن بصورة عامة، فكيف يكون هنالك يعني خلينا نقول مباحثات أو محادثات أو لقاءات ما بين المملكة كدولة يعني قائدة للتحالف وجماعة إرهابية؟ نعم. هذا يعني شيء غير، هنالك تباين في الطرح ما طرحته رويتر. وأرجع أؤكد أنه ما دام أنه الموقف من البلدين نفى هذا الشيء، فلنذهب إلى هذا الاتجاه. نعم. وأيضا إذا كان هنالك مفاوضات، فأنا أعتقد أنه اليمن لاعب رئيس، ولا أعتقد أنه دول التحالف سوف تذهب إلى مثل هذه المفاوضات دون أن يكون هنالك علم للحكومة اليمنية. بالضبط. لأنه هم أصحاب القرار في الأول وفي الآخر. ثانيا، إن تحدث التحالف مع الانقلابيين فهي ليست المرة الأولى كما ذكر السيد الضيف الكريم سيد عبد الناصر، بأن عبد الناصر أو مسي عليه مرة أخرى، لأنه هذا ليس جديد، ما دام أنه هذا الموضوع يخدم على حسب المخرجات الحوار الوطني وقرار 22116. نعم. والبيانات التي دائما نتحدث عنها أبدا. نعم. بصورة عامة، لا يعني الحوار مع الجماعات المسلحة هو شيء خارج عن القانون، ولكن في هنالك ضوابط. هذه ضوابط صحيحة فعلا، لكن يعني ما مصلحة وكالة رويترز في نشر يعني أخبار كهذه؟ والله لأنهم لاقين قنوات تطبل هذه
الأخبار التي ليس لها أي أساس، ولا إيش اللي يمنع، إيش اللي يمنع أن دولة التحالف تتحدث بأنه والله سوف يكون هنالك اجتماعات وإلى آخره يعني إنهاء الأزمة، خاصة أنه نحن في موقف قوي وهنالك انتصارات سياسية كبيرة، هنالك انتصارات عسكرية كثيرة رأينا في الآونة الأخيرة. نعم. يعني أنا معك أنه هنالك بطء ولكن هنالك تفوق عسكري، فما الذي يعني لا يجعل دول التحالف مع اليمن الشقيق بأن يذكر بأن هنالك مفاوضات؟ نعم، لكن يعني ما الذي يجعلنا يعني سيادة اللواء يعني نسلم بشكل مطلق أنه لا يوجد هناك مفاوضات، بينما لا يوجد يعني تصريح رسمي أو بيان رسمي حتى اللحظة من التحالف ينفي هذا الأمر، سوى في خبر يعني جاءت معلومة في خبر نشر لوزير الإعلام اليمني وهو ليس مصدر معبر عن التحالف؟ لأنه شيء بديهي الشادي، مو بكل خبر يتم التعليق عليه، وإلا أنت عارف الحين الإعلام مفتوح وأي واحد يطلع بخبر، الصحف كثيرة، المواقع التواصل مفتوحة، فأنا أعتقد يعني بنضيع وقتنا ووقتكم إذا أن كل إنسان أو كل صحيفة أو كل مراسل تحدث بمثل هذا النوع ويتم الرد عليه. لا، لنذهب إلى الواقعية. شخصيا أنا أتحدث يعني من خلال متابعتي للمشهد الثلاث سنوات الأخيرة، أنا لا أرى أن هنالك داعي للتحدث مع هذه الجماعات ما لم تلتزم بالمواثيق الثلاثة ببساطة. ليش؟ لأن هنالك يعني تفوق واضح، تفوق سياسي، بالرغم أن هنالك يعني تم استخدام حق النقد من روسيا في القرار الذي قدمه البريطانيين لمحاولة تجريم إيران بدعمها للحوثيين، وخرجنا بقرار بأنه لا يجب أن يتم تزويد هذه الجماعات بالأسلحة. ليش نذهب لهم ونحن يعني هنالك انتصارات واضحة وبين للعالم أجمع؟ ولكن لا يعني ذلك بأن لا يتم التخاطب معهم وفق الأنظمة والقوانين المنظمة لذلك، ووجود المندوب اليمني كذلك المبعوث الأممي في هذه المفاوضات، ولا يوجد شيء يعني تحت الطاولة حتى أنه يتم يعني التحدث مع هذه الجماعات سواء في عمان أو في الكويت دون أن يكون هنالك إعلام. ليش؟ بالضبط، يعني الطرف الشرعية هو طرف أساسي في أي مفاوضات تقام، كون يعني ما يحدث في البلد هي يعني حرب ما بين شرعية وانقلاب على هذه الشرعية. سيادة اللواء، سأعود لأكمل معك من حيث توقفنا، ولكن أذهب لضيفي الآخر السيد عبد الناصر المودع. يعني سيد عبد الناصر، يعني ما زلنا نتحدث إذا ما يعني صحت هذه الأخبار التي يعني نشرتها وكالة كبيرة بقدر رويترز يعني عن أن هناك مباحثات ما بين الحوثيين والسعودية، يعني إذا ما حدث هذا بالفعل ألا يعد خذلان للشرعية أو بمعنى آخر يعني مباركة للانقلاب؟ يعني أولا أحب أن أنوه إلى أن الخبر الذي وردته رويتر أيضا ساقت في نفس الخبر نفي من قبل التحالف، بمعنى أنه ليس فقط وزير الإعلام هو من نفى هذا الخبر، ولكن أيضا طرف من أطراف التحالف نفى هذا. يعني فقط توضيح وتنويه. من هو الطرف سيد عبد الناصر؟ يعني نحن حاولنا التأكد من من لا لا من هذا من هذه النقطة، لم نجد طرف ينفي. لا الخبر في رويتر نفسه ذكر بأنه تم نفي، أنه رغم نفي يعني هو قال أنه نفى الخبر، يعني نفس الخبر ذكر بأنه نفي. طبعا رويتر هي نقلت عن دبلوماسيين وعن مسؤولين اثنين مسؤولين يمنيين في الشرعية، يعني مسؤولين يمنيين، قالت مسؤولين يمنيين لم تذكر من هم. الصماد من ناحيته أيضا عن الحوثي نفى مثل هذه الأخبار، لكن يبدو نحن الآن عندما نتحدث عن ليس بالضرورة أن هناك مفاوضات بمعنى طاولة يجلس عليها طرف يمثل الحوثي وطرف يمثل السعودية. ربما يكون هناك تفاهمات بشكل غير مباشر تتم نقلها عبر الوسيط، أكان هذا الوسيط عماني أو كان هذا الوسيط ممثل عن المبعوث الأممي أو كان هذا الوسيط غربي، أيا كان هذا الوسيط يبدو بينقل هذا وجهة نظر هذا الطرف لوجهة نظر الطرف الآخر. ولهذا الآن المسألة هي مسألة لا زالت، حتى لو كان هناك شكل من أشكال المفاوضات أو التفاهمات، يعني لا نسبق الأمور ونقول بأن قد هناك
اتفاق جاهز ومطروح، وبالتالي خذلان ونصل إلى هذه الحالة ونقول بأن هناك خذلان للشرعية وأن هناك تفاهمات تتم من وراء ظهرها. وفي الأول والأخير يعني نعرف أن السعودية هي الطرف واللاعب الرئيسي في الأزمة اليمنية، وبالتالي من الطبيعي أن تكون هي الطرف الذي أيضا يتولى وضع الخطوط العريضة لما يحدث في اليمن. نعم. وتفاهمهم مع الحوثي بشكل أو بآخر مفهوم من وجهة النظر هذه. أما الحكومة الشرعية، طبعا نعرف الحكومة الشرعية رغم أنها هي تمتلك الاعتراف الدولي وتمتلك الشرعية بالمعنى القانوني والشكلي، ولكن نعرف أن سلطتها ضعيفة. نعرف أيضا أن أجندة معظم من هم في الشرعية ليست مع السلام وليست مع إنهاء الحرب. نعم. معظم هؤلاء مستفيدين ومن بقاء الوضع على حاله، وبالتالي ربما يكونوا هم أحد عقبات الحسم في اليمن، أكان هذا حسم عسكري أو حسم سياسي، لأنهم يشعرون بأنهم إن كان هناك حسم عسكري سيتم بقوة لا تتبعهم بشكل مباشر، وإن كان هناك تفاهمات سياسية سيتم إخراجهم من المشهد لأنهم ليس لديهم وجود سياسي حقيقي على الأرض. وبالتالي معظم من في الشرعية هم مع بقاء الوضع على حاله، وبالتالي تجاوزهم يبدو أيضا مفهوما من وجهة النظر هذه. نعم، لكن يعني نشر أخبار كهذه سيد عبد الناصر، يعني هل يعني يمكن فهمها أنها يعني تمهيد لبداية جولة سيقوم بها المبعوث الأممي الجديد والتي من المفترض يعني أن تتم الأسبوع المقبل؟ يعني ربما يكون هذا الأمر بهذا الشكل، ولكن المبعوث الأممي يعني كما هو مجدول له سيذهب إلى الرياض، ومن ثم ربما يذهب إلى صنعاء، وربما يذهب أيضا إلى عمان، وربما يبدأ بتفاهمات وخطة عمل جديدة مع أطراف النزاع. يعني هذه الأمور كلها لا يبدو بأنها أسرار، يعني هذه أمور معلنة وأمور طبيعية في سياق عمل المبعوث الأممي وفي سياق الصراع السياسي العسكري الدائر في اليمن. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيلا السيد عبد الناصر المودع، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. أعود لضيفي الآخر الخبير الاستراتيجي اللواء محمد القبيبان. يعني سيادة اللواء، هناك تحرك جديد للمبعوث الأممي إلى اليمن في الأسبوع المقبل، يعني برأيك ما الذي سيحمله هذه المرة هذا المبعوث الجديد؟ والله أنا أتمنى أنه يكون المبعوث الأممي ملم بكافة، يعني لا أقول أطراف المشكلة أو ملف المشكلة فقط، بقدر ما أن يجب أن يتفهم إلى شيء هام جدا، لأنه هنالك طرف آخر هو ما يدعم هذه الأزمة بطريقة خاطئة، وأن لا يجب يغفل هذا الموضوع، ألا وهو التدخل الخارجي لدعم هذه الجماعات. هذه نقطة جد مهمة، إذا يعني تم إيضاح هذه النقطة للسيد المبعوث الأممي. نعم. ومن ثم الانطلاق من هنالك، أنا أعتقد أنه راح ينجح في مهمته، لأنه لا يجب يعني إغفال الأطراف الأخرى في الصراع، بمعنى أنه لا يجب فقط التحدث على أنه هذه جماعة لا أقصد أنها تقاوم أو أنها جماعة استولت على السلاح وإلى آخره، دون الرجوع والإشارة إلى الجماعات الداعمة من الخارج وإيضاحها للمجتمع الدولي، خاصة لما تأتي من قبل المبعوث الأممي. أيضا لا يعني نغفل ما ذكره السيد ابن الشيخ، كان جد مهم في آخر أيام عندما تحدث بأن من كان يعطل المباحثات والمشاورات وإلى آخره هم جماعة الحوثية، وأن لا يبدأ من الصفر. هذه نقطة جد مهمة، أن لا يبدأ من الصفر، يبدأ من الثلاث النقاط الرئيسية 2216، مخرجات الحوار الوطني وإلى آخره، ومن هناك أعتقد أنه راح تيسر له المهمة. أما فيما يخص الأمور الإنسانية وإلى آخره، أنا أعتقد أن الأمر واضح له، هنالك العديد من القرارات صدرت، هنالك
التنازلات الكبيرة التي قامت بها دول التحالف. نعم. الآن الموانئ مفتوحة، الدعم المادي يعني اليوم تم إيداع تقريبا 2 مليار دولار في النقد أو في البنك المركزي في اليمن. نعم. هذه يجب أن لا تذهب هباء منثورة، ولا ويجب أن يركز ما تقوم به دول التحالف لإنهاء الأزمة. لا يجب أن ينظر بما ينظره أي مبعوث أممي، وهذا ما جربناه مع ليس مع ابن الشيخ ولكن المبعوثين الأمميين الآخرين. نعم. لكن سيادة اللواء، يعني لو نظرنا لشخص هذا المبعوث الأممي الجديد وأيضا ل يعني تاريخه السابق، يعني هل هذا الشخص يعني يعد أنه قادر في أن يحرز تقدم سياسي بمعنى آخر؟ يعني ما الذي سيختلف في هذا الرجل عن سابقي؟ بغض النظر عن الشخص نفسه، هو إذا وجد الدعم الناجح، وليس ضروري الدعم الناجح من قبل المجتمع الدولي بإنصاف، وألا يكون هنالك تعامل مع القضية اليمنية بمكيالين، وألا يعني يكون هنالك زج بأمور ينظر لها بأن هذه لصالح الشعب اليمني. لا، نحن لدينا قضية، وهذه القضية تتمثل في وجود الشرعية. نعم. الشرعية هي الحكم والفيصل النهائي. إذا كان هنالك تعاون من قبل المبعوث الأممي مع الشرعية ومع دول التحالف، وليس من العيب أن يسمع للطرف الآخر. هنالك الكثير من الكتب تحدثت على أنه الحوار مع الجماعات المسلحة قد يأتي أكله، ولكن لا يجب أن ينظر لأن هؤلاء جماعة من اليمن مكون، وأن يفهم الخلفية لهذه الجماعة. نعم. بمعنى أصح أن هنالك نوعا ما محاولة فرض من هذه الجماعة على المجتمع اليمني بأكمله بأن يكونون هم أصحاب الكلمة الأولى والأخيرة، وهذا كلام غير مقبول. نعم. أتمنى أن المجتمع الدولي يفهم ويدعم المبعوث الأممي، لأنه دول التحالف واليمن والحكومة الشرعية أعتقد أنها سهلت المهمة من كافة خلينا نقول عناصر إنجاح المهمة، الموقف الإنساني، الموقف العسكري، الموقف السياسي، وكذلك الموقف الاقتصادي. نعم، إذا وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر سيادة اللواء محمد القبيبان الخبير الاستراتيجي، كنت معنا من الرياض، وبهذا القدر يعني نكتفي ونصل لختام حلقة الليلة. أشكر أيضا ضيفي من العاصمة الأردنية عمان المحلل السياسي السيد عبد الناصر المودع، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة زميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله وحفظه.